نعم. أنوي أن أكتب عن بعض الجماعات الضالة والتحذير منها، لكن هذه الجماعة لم تخرج من الملة وقد مدحها البعض من العلماء، وأخشى أن يدعو علي، فما توجيهكم لي علما بأن هذه الجماعة منحرفة؟ الواجب عليك بيان الحق، الواجب عليك بيان الحق. إذا كنت متأكدا من الأخطاء التي عندهم والضلالات اللي عندهم، متأكد 100%، وعندك مقدرة على، وعندك علم تستطيع البيان، يجب عليك هذا. ولقد أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، ما يجوز كتمان العلم. إذا كان عندك علم ومتيقن من ضلالات بعض الطوائف فبينها للناس من أجل أن يحذروها، وهذا من النصيحة. قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. ولا تخشى الناس، عليك أنك تخشى الله سبحانه وتعالى، تبين الحق، ترد الباطل، ولا تخشى الناس. نعم.